السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة نيسر إدريسي للوصفات المجربة والناجحة. إذا كنت أول مرة كتزور القناة ما تنساوش ديروا جيم وأبوني وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله غنوجد لكم الرز في الكوكوط بالخضر والدجاج، كيجي من ألد 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 ما يكون وسريع التحضير. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. نبداو بسم الله في تقديم المقادير. كناخذو كميه من الدجاج على حسب عدد افراد الاسره. انا خديت جنيوحات وطريف ديال الصدر، شويه ديال زيت العود. غنحتاجو تقريبا واحد جوج المعالق ديال زيت العود، نص معلقه صغيره ديال الملحه، نص معلقه صغيره ديال الزنجبيل او سكينجبير، نص معلقه صغيره ديال الخرقوم عرق، ومعلقه صغيره ديال تحميرة او الفلفل الاحمر، راس معلقة صغيرة ديال الزعتر مطحون، راس معلقة صغيرة ديال البزار، وراس معلقة صغيرة ديال الهريسة، نص معلقة صغيرة ديال الموطارد، ومعلقة صغيرة ما عامراش ديال الثومة غبرة. الا ما كانش عندكم الثومة غبرة تقدروا تعوضوها بجوج دروس ديال، يكونوا كبار شوية، ديال الثومة عادية نحكوه. نبداو بسم الله. كناخدو زيت الزيتون، كنزيدو هنا على هاد التوابل وكندمجو هاد العناصر مزيان. نزيدو لنا واحد القطيرة ديال الماء، واحد المعلقة صغيرة باش تسلق لينا هاد الماغينات. صافي، وكناخدو القطع ديال الدجاج كنحاولو ندهنوهم مزيان بهاد التتبيلة. من الأحسن نستعملو يدينا باش ندخلو هاد التتبيله مزيان في الدجاج. نكملو الكميه كلها ونرجعو نطلقها. من بعد ما درنا هاد التتبيله للدجاج غنخليوها على الاقل ساعه، نغطيوها ونخليوها. الا كنا غنخليوها مده طويله من الاحسن نديروها في الثلاجه، نغطيوها مزيان ونديروها في الثلاجه، ومن بعد نرجعو نتلاقاو. حيت الا ما خليناهاش واحد المده داك الدجاج يتشرب ما غايجيناش المذاق ديالو الجديد. دابا ملي دازت تقريبا ساعه ونص على هاد الدجاج ديالنا باش رملناه، ناخذ دابا الكوكوط اللي غنطيبو فيها. ندير فهاد القطع ديال الدجاج، نزيد معاها شويه ديال زيت الزيتون، واحد جوج معالق كبار تقريبا ديال زيت الزيتون. تقدروا ديروا حتى الزيت العادي، ولكن زيت الزيتون كيعطي مذاق افضل. نزيد غير شويه ديال الماء، واحد ربع كاس ديال الماء فين يطيب هاد الدجاج. عفوا، نسد عليه ونخليه يطيب. دابا ملي طابو القطع ديال الدجاج ديالنا حليت عليهم، كيبقى فيهم هاد لاصوص، هذا هو اللي غنطيبو فيه الرز والخضر. نديروه دابا في واحد الطاوله اللي كتدخل الفران. خديت كراسل درت فيه شويه ديال الزبده الخاصه بالاكل، كنديرو الزبده على حساب الكميه ديال الدجاج، شويه ديال الهريسه وشويه ديال الموطارد. شويه ديال الموطارد غندهنو، غنخلطو هادشي مزيان وغندهنو بيه الدجاج وغندخلوه للفران يتحمر شويه. من الافضل يكون القطع ديال الدجاج فيهم
الجلده ديالهم باش يتحمروا ليه. صافي دابا نحاول ندهن هذا القطع. وندخلهم الفران يتحمر. كما كتشوفوا الدجاج مع باقي سخون هذيك الزبده دغيا كتذوب من فوقو. دابا ندهنوهم مزيان. دابا غنشعلو عليهم الفران. دابا الفران سخنتو غنشعلو عليهم غير من الفوق يتحمروا شويه ونخرجوه. ناخذ هاد الصلصه اللي بقات لينا او هاد الصوص اللي بقى لينا ونزيدو فيه هاد الروز ونديروه بحال كنشحروا فيه مزيان حتى هذاك الروز كيتشرب لينا هاد الصوص مزيان. عاد غنزيدو الخضره. بعد ما درنا هاد الروز ديالنا تشرب هذيك الصلصه مزيان كما تشوفوا بهذه الطريقه كيجي لذيذ بزاف وكيجي مفرز كيجي حبه حبه. كنظن انهم غادي شي تعجن لينا. صافي نزيدو فيه شويه الملحه نزيدو شويه ديال الملحه وشويه ديال الفلفل الاحمر الحميره وشويه ديال زيت الزيتون جوج المعالق كبار. مزيان نزيدو دابا هاد الخضر. الخضر درت خزوه كبيره وقطعتها رقيقه وفلفل احمر وفلفل اصفر. تقدروا تكتفيو غير بنوع واحد. انا درت قطع ديال الفلفل اللي كانوا عندي في المجمد اللي كنت من قبل شاوياهم من القيام ودرتهم في المجمد. هما اللي غنديهم دابا هما وقطع ديال الجزر. نديرو عليهم الماء نغطيو عليهم بالماء. حاولوا نحركو هادشي مزيان باش نتاكدوا انه الرز ما يبقاش لاصق لينا في القاع. صافي دابا غنسد عليه ملي نجهد عليه النار. ملي غدور عليه صفاره ديال الكوكوط ملي تدور نحسب 10 دقائق ونسد عليه ونحل عليه. عفوا بعد ما دازت 10 دقائق هو هذا الرز ديالنا حلينا عليه. شفتوا ما بقى فيه لا ما لا والو. كيجي الطياب ديالو هو هذاك والخضر طيبه وكلشي طيب. شفتوا الرز كيجي حبه حبه ما كيجي لا معجل لا والو. شفتوا كنتمنى الصوره تكون واضحه. دابا غندوز نديرو في طبق التقديم. وها هو الرز ديالنا بعد ما درتو في طبق التقديم. زينتو بهذوك القطع ديال الدجاج اللي حمرتهم في الفران كيجيو فعلا من ألذ ما يكون. وشوفوا الرز كيجي حبه حبه ما كيجي لا معجل لا والو.
يلا حبيباتي، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وابوني وتفعلوا الجرس وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. دمتم في رعايه الله والى وصفه قادمه ان شاء الله. بسلامه.